اليوم بهدى وهن حنحكي عن أبرز السلوكيات المهمة بالنظافة الصحية لحتى نتجنب العدوى بالنزلات المعوية. خليني رحب بضيفتنا الموجودة معنا على الهواء مباشرة، أخصائية التغذية الدكتورة رويدة إدريس. دكتورة أهلا وسهلا فيك معنا. يا أهلا وسهلا بيك وبكل مستمعين بانوراما اف ام. يسعد نهارك. هلا لما بنقول نزلات معوية شو يعني؟ غير التسمم صحيح؟ أكيد غير التسمم مظبوط، يعني حتى هو لأنها نفس الأعراض فتتشابه. نعم. لأنه الاثنين بيكون فيهم مغص شديد، بيكون فيهم إسهال، بيكون فيهم تعب في الجسم، بيكون فيهم برودة في الجسم وتعرق. نعم. فهم الاثنين نفس الأعراض، وأكيد كثير مننا فجأة كده في الليل يصحى يقوم يحس بنفس الأعراض هذه كليا. نعم. ويصحى الصبح هو كويس الحمد لله، يكون جسمه أطهر بسبب يعني خروج السموم من جسمه. نعم. طب شو الأعراض حقتهم متشابهة، وهو التسمم هي تعتبر برضو حالة مرضية مؤقتة حسب درجة التسمم، ولكن هي ما هي معدية ولا النزلات المعوية معدية. نعم. فهذا بس علشان يعني نقول للناس إنه هذه الأشياء ما هي معدية وتختلف من شخص لشخص. طبعا. ممكن أنا وهدى ناكل نفس الشيء، أنا معدتي ما تهضمه لأنه ممكن يكون في وقتها طالعة من مرضى أخذ مضادات. نعم. فالإنزيم ما هضمه في جسمي، فجسمي أتخرج منه بطريقة كأنه نزلة معوية. ونفس الشيء ممكن يكون يعني الأكل شوية بادئ يصير في مشكلة. نعم. وجسم هدى أقوى من جسمي وهضمه والحمد لله هي كويسة، وأنا أكون تعبت. نعم. وتأثرت فيه، فيختلف من شخص لشخص بحسب صحته يعني. طيب دكتورة، النزلة المعوية عادة شو أسبابها؟ هو بيكون سوء هضم، غالبا بيكون سوء هضم، أو بيكون في عندك حساسية من نوع من الغذاء وإنت ما أنت عارفة. أوكي. أكلتي أكل ما هو نظيف كمان. ممكن النظافة. طبعا شوفي يعني في أشياء إحنا نغفل عنها زي صندوق الطعام أو اللانش باك حق المدارس. نعم. أو حتى حق التوصيل يا هدى، وأنا هذا بحاول إني ألفت نظر للموضوع ده جدا. نعم. إنه يكون في رقابة على جهات التوصيل الوجبات اللي هي الدليفري دولة. نعم. البوكسات صار دحين كلها في دبابات تشوفيها، حتى صحيح. مو في سيارات، في دبابات. وتخيل البوكس هذا قد إيش بيتعرض للتلوث، ممكن الأكل يكون أسكب في البوكس وما تراقب البوكس ونحط شيء ثاني فيه، والشيء الثاني نفس البوكس نفسه صار ملوث. يعني نعم. لازم يتم تعقيم البوكس، لازم يكون في رقابة يعني. هذا الموضوع ترى جدا صحيح. مهم. صحيح صحيح. طيب ذكرتي كلمة، قلتي في بعض الأحيان مثلا ممكن أنا أكل من نفس الأكل وأنت تاكلي، حدا فينا يتأثر والتاني لا. دايما بنسمع معلومة أنه لما الواحد بينصاب مرة واثنين وثلاثة، أو كيف ما بعرف كيف حوصلك المعلومة دكتورة، ولكن كيف لما بينصحوا دائما خلي الأولاد يلعبوا، خليهم يتمرغوا بالتراب، ما تخافوا عليهم، هيدا كله بيكون مناعة. هل هالشي بينطبق على الأكل؟ يعني اللي معدته مثل ما بنقول هلكة مع الوقت بصير عنده مناعة. يعني أنا مثلا مستحيل أكل أكل شوارع يعني، عرفتي؟ نعم. هذا اللي طالعين فيه، وأعتقد أنه أنا ممكن أتأثر بس من مجرد النظر له. ولكن نعم. صراحة يعني هو دحين بدأ يظهر الستريت فود ولكن بطريقة نظيفة، صار من جهات مختصة عليها رقابة. ولكن ما تبي تاكلي من عربيات لما يشوفوا البلدية يجروا ويستخبوا. نعم. ما تاكلي من أماكن ما فيها رقابة، ما تشتري لحوم ما تكوني شايفة دمغة البلدية عليها. نعم. حتى ما تذبحي في البيت، يعني ما ينفع أجيب خروف. دحين إحنا مقبلين على شهر الحج والأضحية، وكثير ناس تجيب الهدي عندها وتحط الخروف ويذبحوا في البيت، يكون أحد يقدر يذبح. هذا كله طبعا ممكن يسبب مشاكل. طبعا. مرة كثير، فلازم يعني الرقابة وضعت لحماية صحة المجتمع. نعم. ما وضعت عبث. طبعا. فلازم نتأكد من أي مصدر إحنا بناخد منه اللحوم، نتأكد إنه في شهادة البلدية، إنه في شهادة اللحوم مذبوحة بالطريقة الصحيحة،
ما بنتكلم على حلال ومحرم لأنه كله عندنا حلال، نعم. ولكن أنه في مسلك تحت رقابة طبعا البلدية والصحة، طبعا فهذه مرة كثير مهم. حتى بالنسبة بأتكلم عن اللانش بوكس، بالنسبة للأم في المدرسة ما تعتمد على الدادة في إن تجهيز الوجبات، لأنه ممكن تقطع مثلا التركي وتروح مقطع الخيار والجزر بنفس السكينة، وهذا يعمل كروس كونتامينيشن اسمه، اللي هو بيصير تلوث ناتج عن استخدام واحدة آلة في إعداد الطعام. نعم. فلازم ننتبه حتى في غسلهم. نعم. هيدا يمكن كمان لو بدك تطولي لتاكلي الاكل، لكن بساعه الساعه غالبا لما نكون عم نعمل سندويش بنستخدم نفس السكينه لانه هلا بدنا ناكلها، ولا لا حتى في هالحاله هو ينصح؟ يفضل عشان مساله تعود، خصوصا لو نعم. عندك مساعده في المنزل، فمفروض انك انت حتى لو وانت عم يعني بتقطعي وحتاكلي انك تكوني حاطه لها السكاكين بالوانها، نعم. في الاحمر الاخضر الاصفر الأزرق، وتكوني نعم. فاهمها. حتى الخشبات، الخشب بيكون عليها الألوان، يعني نعم. حتى في بيوتنا لو جات لو إحنا أولادنا كبروا يشوفوا إنه الخشبة كل خشبة عليها لون أو لها عليها علامة أو كده، حينشأوا هذا شيء ديفولت في حياتهم. نعم. هذا الطبيعي، ما حيقبلوا إنه يكون في شيء تاني. فلازم هذه الأشياء تجي الدادة، لأنه هي ممكن لو سوتها، لو شافتك بتسويها تستحلها لنفسها إنها تعملها في السندوتشات، إنه عادي نعم. حياكلوه في المدرسة. نعم. يعني ما بني على صح فحيفضل صح، طبعا فخلينا الأسس، ننشئ الأسس الصحيحة. نعم. إذا بدي أسألك عن أفضل الممارسات، يمكن عم تحكي كنت جزء منها، إن كان في التعامل مع الأطعمة لحتى نضمن النظافة الصحية وتجنب النزلات المعوية، أو بسلوكيات مهمة نحن على صعيد النظافة الشخصية حتى ما ننصاب بعدوى معوية. طبعا طبعا غسيل اليد هذا واحد. اثنين، إذا كان في المطعم أكون متأكد، أو حتى اللي بيوصل لي الطلبات وأنا عمال أركز على الطلبات الخارجية، إنه يكون نظيف المظهر. يعني ما ينفع يجيني واحد ريحته مو كويسة أو لبسه ما هو نظيف، أو حتى يعني حتى في المطبخ الشيف بيلبس المريول الديسبوزابل هذا فوق لبسه علشان بيغيره، هو عمال بيطبخ جا عليه دم جا عليه كده. فالتلوث باللمس، باللمس الأيدي احنا بنتكلم، هذا كمان وارد حتى في المنزل او في المطاعم او حتى في من جهات التوصيل. فعندي نظافة اليد، انه اغسل يدي بين الحاجة والحاجة، وانا بسوي كل شوية اغسل يدي. نعم. مسكت لحمة اغسل يدي بعدها، اغسلها بالموية والصابون. مظبوط، يعني حتى بتشوفي في المطاعم في المستشفيات في كل محل، نعم، حاطين طريقة غسيل اليد. حتقولي إيش الهبل ده، طريقة غسيل يد، مين ما يعرف يغسل يده؟ لا، ترى كثير ما يعرفوا يغسلوا يدهم. نعم. خصوصا تحت الأظافر، بالذات السيدات اللي بيطولوا أظافرهم. نعم. مرة مهم إنكم تغسلوا يدكم بالطريقة الصحيحة، وتتأكدي إنك تشيلي من تحت أظافرك أي شيء يكون عالق فيها، حتى لو ما أنت شايفة عالق، فهو الجراثيم ما بتبان بالعين طبعًا المجردة. طبعًا. فلازم إنه أنتبه، غسيل اليد، النظافة الشخصية، ما أدمج الآنية. يعني حتى إنه في الغرف ما أغرف اللحمة في نفس ملعقة الخضار في نفس ملعقة، حتى لما أبغى أكل. أكيد سمعتي الكلمة هذه وأنت صغيرة مرة كثير يا هدى. نعم. أغرف على قدك. مظبوط، أغرف على قدك، لأنه ما نحط يدنا وبنفس الملعقة اللي بناكل فيها نروح حاطينها في الصحن اللي فيه الأكل. نعم. اللي الكل بيغرف منه، لا، في ملعقة مخصوص للغرف، ما أغرف بنفس ملعقة الأكل اللي أنا مدخلها ومخرجها في فمي. طبعا. فما أغرف بنفسها فيها، أحطها في الرز أو أحطها في هذا، لأنه أنا كده لوثت الأكل بشكل مباشر. فهذه كلها أشياء إحنا ترى ما ننتبه لها. نعم. ولكن بتحصل. نعم. وأكثر الأشياء اللي بيؤدي لإلها يعني عدم النظافة، شو هي الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان غير اليوم؟ يمكن نحن عم نحكي عن النزلات المعوية، شو في أشياء تانية؟ فيروس الكبد A وB،
يعني كلمة نعم فيروس الكبد تخوف، صح ولا نعم مو صح؟ صحيح، أنا سكتت هو تطعيم سكتت هو تطعيم، وهذا بيتم عمل تحاليل لكل من يشتغل، وأتمنى إنه التحاليل دي كمان تنعمل للدليفري. ملاحظة إنه أنا قد إيش مركز على مظبوط الدليفري، من اللي بقى أشوفه يعني في الشوارع من السيارات، ده كيف العادم اللي خارج حوالينك من السيارات نعم وانت في دباب، ما هو سيارة مغلقة نعم. يعني اول اجراء. هو في نقطة كتير مهمة دكتورة، دايما الأكل بيجي مغطى بكيس ومسكر الكيس مظبوط، يمكن بعد ما ناخد هيدا الكيس نشيله لا كمان نغسل إيدينا انا شفتهم، تفضل. شفتهم في الخبز بالذات الفرنش بريد هذا الطويل، نعم بيكون خارج من الصندوق كليا، اوكي فهماني؟ يعني أنا أشياء أنا بقول لك عن مشاهدات أنا شايفاها بعيني، نعم يعني ممكن إيوة صحن يجيك الصحن مقفل يجيك كده، ولكن حتى من شروط الدليفري إنه كمان الأشخاص اللي بيوصلوا كمان يكونوا طبعا عاملين تحاليل اللي مهمة، اللي بنفس التحاليل اللي بتنعمل للشيف ولمساعدين المطبخ نعم اللي منها الكبد الوبائي A و B. نعم فهذه أشياء مرة كثير أساسية وجدا مهمة، خلوهم من الأمراض هذا جدا مهم. أنا مرة واحدة بتقول لي إن وصلها الأكل في رمضان مفتوح ومأكول منه، يعني متخيلة إنه مفتوح لا انا ومأكول منه. نحن شفنا فيديوهات على السوشيال ميديا، طبعا خارج المملكه العربيه السعوديه بيكونوا موظفين الدليفري مثلا بيفرجوك كيف بيحتلوا بالبيتزا اذا عم بيوصلوا بيتزا، انا شفت اكثر من فيديو بالضبط كيف، بس صح، انه إنه كان اكل عادي ما عايزة بتصور كيف. هذه كانوا طالبين دجاج مقلي، فيعني اوكي اخذ له حبه دجاج شعفي اخذ له. ايوه، فيعني بتحصل هذه الاشياء. فانا اشوف انه لازم طبعا تشدد الرقابه على التوصيل، خصوصا الدبابات، لانه التلوث في الجو مره كثير، نعم من العوادم مره دنيا كثير الصيف صارت طبعا بمصدر. طبعا صحيح، وخطر عليهم كمان في وسط السيارات، طبعا تشوفيهم كيف بيمشوا، الواحد يعني يقول الله يسلمهم ويوصلهم سالمين. نعم. طب دكتورة، لما بنصاب بالنزلة المعوية أكثر من مرة، دي هيدا مع الوقت بضر صحة الجهاز الهضمي؟ يعني أنا كنت عم أقول لك في ناس بتلاقيهم قاعدين، وبنشوف مرات أفلام جاي من برا من بلدان بياكلوا فيها مثلا يعني كثافة السكانية فيها عالية بدون ذكر اسم البلدان، ولكن بتلاقيهم بياكلوا، بتقولي معقولة عم ياكلوا من هالمحل وبياكلوا كل يوم، فيمكن بيتكون عندهم مناعة ما بعرف، لهم مناعة بس على المدى الطويل لما بينأذى الجهاز الهضمي أكثر من مرة، أو لما نحن أوكي تكون عندنا مناعة بس عم ندخل شيء منه صحي أو ملوث، أكيد في نتيجة بعدين. البلدان اللي بتتكلمي عنها لو تلاحظي حتى شحوب وجههم حتى لونهم، نعم غالبا بيصير عندهم تقرحات في المعدة، نعم بيصير عندهم مشاكل زي البواسير، أشياء يعني أشياء ثانية ناتجة نعم عن إجهاد الأمعاء بهذا الشكل. طبعا أنه دائما يصير عندك دايرية نتيجة للأكل، الأكل الملوث طبعا هذا ما هو كويس للصحة، فقد السوائل من الجسم هذا يسبب جفاف ويسبب مشاكل صحية، نعم بتفقدي أنت معادن مرة كثير وأملاح من جسمك، فأكيد حيصير فيها مشاكل. ولكن سبحان الله هم ماشي، يعني ربنا بيعطي كل بني طبعا آدم على حسب بيئته وحسب طبعا احتياجه، طبعا فهم حتى ماشيين مع بوصف الوقت الله الجسم بيتكيف يعني على حسب البيئة سبحان اللي، الله سبحان فعلا. الله فعلا. دكتورة قلتي لي عم تحضري حالك للحج السنة صحيح؟ مظبوط إن شاء الله يا رب. شو التحضيرات فيما يتعلق بكل شيء ممكن اليوم أي حدا، لأنه بلشوا الناس اللي بدهم يحجوا أكيد يحضروا حالهم لهالموضوع، في تحضيرات معينة للمحافظة على الصحة العامة وفيما يتعلق بالتغذية السنة بالحج أو الإصابة ربما كمان بهيدا الموضوع النزلات المعوية؟ بتعرفي صيف الدنيا السنة، الحج موسم الحج حيكون بفترة الصيف، شو النصائح المهمة وأنت كيف عم تحضري حالك لهالموضوع؟ شوفي هدى، أول حاجة الالتزام بالقوانين والإرشادات اللي بتقولها الدولة. يعني أنا أمس أول تمس أخذت التطعيمات حقة الحج، نعم شئنا أم أبينا لازم بغض النظر عن اللي بنسمعه، يعني الدولة أدرى بالمصلحة، ومعلش حتكوني أكيد في طبعا 4 مليون آدم، فالموضوع ما هو مزح.
الموضوع جدي فلازم تلتزموا بالتطعيمات. ايوه نعم حنسخن بعدها حنتعب بعدها، هذا طبيعي من اول ما تولدنا بناخد تطعيمات وما عندنا اي مشاكل، نعم فيا ريت نلتزم بالتطعيمات لا ضرر ولا ضرار علشان ما نضر احد لما نرجع من الحج او اثناء الحج، وهذه وقايه لنا احنا. نعم ثاني شيء حاولوا انكم تشيلوا يعني مواد خفيفه الحمل، وكمان سهل التخلص منها، ما نتخلص منها في الاراضي، يا ريت نحافظ على نظافه المشاعر يعني في المناسك، هذا مره مهم لانه كمان التلوث الناتج عن القمامه هذا فيه مصيبه كبرى يعني لنا. ناخذ وجبات خفيفه لنا احنا يعني، غير طبعا في اكل، وصار في يعني الدوله مره كثيره اهتمت بالوجبات، الموضوع ما عاد زي زمان يطبخوا ويعملوا او من اي محل، لا صار في رقابه شديده على الموضوع. بس نعم. خذوا معكم شابوره، خذوا معكم فواكه مجففه، خذوا معكم مكسرات غير مملحه، والفواكه المجففه تكون خاليه من السكر، افضلها خذوا التمر، التمر افضل انواع المكسرات، حطوهم في عبوات صغيره سهله تشيلوها في الشنطه اللي تكون في الظهر يعني في اكياس صغيرة. ممكن أخلي معايا تشكيلة من المكسرات، تشكيلة من الفواكه المجففة، الموية عبوات صغيرة ما هي عبوات كبيرة، أحطها كمان علشان يكون سهل حملها في الحقيبة اللي بتكون على الظهر. الشمسية طبعا علشان الوقاية من الضربات الشمسية، أو أحط كاب أو أي حاجة تحمي رأسي من الشمس المباشرة. النظارة مرة مهم، مرضى السكر من ذا الشهر لازم إنهم يروحوا على مثقف السكر وعلى الطبيب لتظبيط الجرعات، يشيلوا معاهم أدوية ويعلموا الحملة إنه أنا مريض سكر، عشان يجهزوا لهم الحاوية اللي يحطوا فيها الإنسولين اللي تكون مبردة، ويخلي يعني يقسم، ما يخليها كلها في واحدة ناحية، يخلي مع الحملة ويخلي في شنطته أو في الحاوية حقته المخصوص في الصيدليات، مخصوص ببرادة بكل شيء تكون موجودة، ويكون دائما معاه مرافق ما يخرج. يعني الناس اللي عندهم أمراض مزمنة زي ضغط زي سكر ما يخرجوا لوحدهم أبدا، لازم يخرجوا مع مرافق من الخيمة أو أثناء الحملة، ما يتجول لوحده علشان لا قدر الله لو هبط عنده السكر، لو عيلي عنده الضغط يكون في أحد ممكن إنه يعمل له إسعافات أولية، هذا مرة مهم. ما نخبي على الحملة أي مشكلة صحية معانا، نعم. لازم نقولها للحملة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة رويدة، وإن شاء الله هيك بيكون حج مقبول يا ربي. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. شكرا.